يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر من البحيرة. صباح الخير عليك يا شادي. صباح الخير عليك يا منى، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا مصر في طبعا مكان مختلف. احنا موجودين زي ما كانت منى بتقول في محافظة البحيرة، تحديدا في دمنهور وبالتحديد في قرية الأبعدية. قرية الأبعدية اللي سيادة الرئيس شرفها امبارح بالزيارة، وفي نفس المكان اللي احنا واقفين فيه مع حضراتكم دلوقتي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجود وكان بيتجول وكانت الناس موجودة بتستقبله. اعتقد ان كلنا تابعنا امبارح، شفنا الاستقبال الكبير لأهالي قرية الأبعدية لفخامة الرئيس لان هم حسوا بالتغيير اللي حصل في هذه القرية. لو ما نيجي نتكلم عن محافظة البحيرة بشكل عام، هنلاقي ان المحافظة الحقيقة محظوظة بكم كبير جدا من المشروعات القومية العملاقة اللي اتعملت في المحافظة خلال الفترة اللي فاتت. المشروعات دي معمولة ليه؟ معمولة عشان تخدم اهالي هذه المحافظة. هنروح مثلا، يعني احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون معانا جولة في كل تقريبا مراكز المحافظة. لو هنتكلم مثلا عن مركز رشيد، فاحنا هنلاقي ان في مشروعات كتيرة اتعملت في مركز رشيد. اهم هذه المشروعات هو تطوير مستشفى رشيد، بالاضافه الى طبعا تطوير الاستقبال في المستشفى، الطوارئ، زياده عدد الاسره وحدات السكتات الدماغيه، حضانات الاطفال وغيرها وغيرها من الحاجات اللي حصل في هذه المستشفى لخدمه طبعا اهالي رشيد. ايضا من ضمن المشروعات ميناء رشيد، وهيكون معانا جوله كبيره جدا وموسعه داخل ميناء رشيد، اول ميناء مصري متكامل للصيد في هذا الميناء بعد ما تم تطويره. كمان هناخد جولة بقى في كل مراكز المحافظة، بقى هنروح حوش عيسى، هنروح كم حمادة، هنروح أبو حمص وغيرها وغيرها من المراكز عشان نتعرف على كم المشروعات اللي تمت ونعرف الناس بالمشروعات اللي تمت بالفعل واللي بتخدم بالفعل يا منا أهالي هذه المحافظة. أكيد يا شاذلي، الهدف بتاع الشغل بتاع كل السنين اللي فاتت هو إن المواطن المصري يحس بالتغيير، يحس بالفرق، يحس بالتنمية، يعرف إن كل اللي بيحصل ده علشانه هو بس. علشان كده هناخد النهاردة جولة في المحافظة العريقة اللي يمكن نقدر نقول إنها غيرت وجه التاريخ من أول حجر رشيد لغاية نوبل أو عالم نوبل الدكتور أحمد زويل. نقدر نقول إن إحنا النهاردة في البحيرة هنتكلم على القديم والجديد، هنتكلم عن التطوير اللي حصل، هنتكلم عن المنطقة الصناعية الجديدة اللي موجودة، هنتكلم عن فرص العمل اللي توفرت بشكل مختلف، وهنتكلم عن كمية التقنية الجديدة اللي دخلت وبقت تستخدم. كل ده موجود النهاردة معنا في البحيرة. طبعا وبما اننا موجودين بقى في البعدية، خلينا نوصف برضه للناس المكان واللي حاصل في هذه القريه تحديدا. يعني احنا موجودين دلوقتي في هذه المنطقه، عندنا هنا البريد وبعدين المدرسه وبعدين في مجمع الخدمات الزراعيه. كل المنطقه دي يعني عارفين لما كنا بنقول ايه وسط البلد، دي وسط البلد بالظبط، تم تطويرها. هنا القريه اصبحت مدينه، تحولت الى المدينه. المواطن ما بقاش محتاج ان هو يخرج من هذه القرية عشان يروح لمركز المدينة عشان يستخرج أي ورق من الأوراق الرسمية عشان يعمل بطاقة الرقم القومي، ممكن يعملها من هنا. مجمع الخدمات الزراعية لخدمة أهالينا المزارعين في هذه المحافظة، طبعا محافظة البحيرة من المحافظات المشهورة بأنها محافظة زراعية، تم الاهتمام بهذا الأمر. طبعا دمنهور بشكل عام، هنتكلم عن كورنيش دمنهور واللي حصل فيه واللي حصل وكل التطوير اللي حصل في الأبعدية، كل المشروعات اللي تمت في مجال الصرف الصحي، في مجال الكهرباء، في مجال التعليم، في مجال الري، في كل المجالات، تبطين الطرق كمان، يمكن المحافظة بشكل عام كان لها نصيب وافر من هذا المشروع. فكل ده ان شاء الله يكون معنا النهارده في حلقتنا. جولة كبيرة امبارح قام بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الاماكن في البحيرة، وكان في حظ كبير لدار مسنين. امبارح تم استقبال سيادة الرئيس ودخل امبارح وشاف الناس وقد ايه كان في استقبال حافل في البحيرة كلها بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشفنا بقى كمان قد ايه المشروعات اللي حصلت في حياة كريمة. نقدر نقول ان البحيرة واحدة من المحافظات اللي كان ليها حظ في انها تكون موجودة فيها المشروعات بتاعت حياة كريمة. ست مراكز رئيسية كانت موجودة وكان ليها الحظ، نقدر نفتكر منها ابو حمص وابو المطامير ودمنهور وكفر الدوار، حوش عيسى، وكمان وادي النطرون. يعني بنتكلم في اكتر من 42 قرية بتخدم حوالي اكتر من 3.5 مليون مواطن مصري بحراوي. وانا على فكرة شاذلي من البحيرة، بس انا بقى من ايتاي مش من دمنهور. مفيش مشكلة، بس بالتأكيد ايتاي برضو فيها مشروعات، واكيد اهلك اللي موجودين هناك بيحكوا لك عن التطوير اللي حصل. طبعا طبعا. صباح عليكم، صباح عليكم من البحيرة، صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.